مساء الخير على كل مشاهدي برنامج دكتورز اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة النهار، وحلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله تنال إعجابكم. أحب أرحب بالجمهور اللي منور معانا النهاردة في الاستوديو. هبتدي مع مشاهدينا اللي بيشوفونا عبر الشاشة، وهبتدي معاكم جمهوري الكريم اللي منور معايا بحاجة لطيفة جدا هي بتهمنا كلنا، إيه كبار وصغيرين، وطبعا اكيد اللي بيشتغلوا، احنا ما يهمناش الناس اللي قاعده في البيت، اهم حاجه الناس اللي بتشتغل. وهي ايه بقى؟ ازاي مرتبك يفضل معاك لاخر الشهر؟ وبما ان ده مستحيل ولا يمكن، وابقى قابلني وابقى تعالى على قبر يا لمبي، بس هحاول يعني ان انا اساعدكم بحلول اللي هي عمركم ما هتستفادوا بيها باذن الله. هنبتدي اول حاجه الملابس الجاهزه، وخصوصا الملابس الشتوية. طبعا كلنا عارفين خراب البيوت في الجاكيت ابو فارو، الحتة الجلد. مش عايزة اقول لكم، كلنا بنأمل قوي ونطمح واحنا بنتفرج كده على المحلات وفي المولات ان الجاكيت ده يبقى عندي والبالتو ده يبقى عندي، سواء بقى رجالة او ستات. انا مش عارفة يا جماعة، هو احنا بنحوش البلاط دي على اساس ان احنا بنروح بيها فين؟ انا عن نفسي عندي كمية بلاط كتير جدا، وانا مش عارفة انا جبتها ليه ولا بروح بيها فين، بس استنصحت بقى وخلاص، ما بقتش اجيب كده وبقيت هبلة زي الاول، لا بقيت فاهمة اجيب ايه وما اجيبش ايه، وخصوصا كمان بعد موضوع الكورونا. حال كورونا قعدتنا في البيت، ادينا سنتين اهو فصل الشتاء قاعدين كلنا في بيوتنا. كفايه قوي حضرتك تلبس البيجامه القستور او الحته القطيفه وانت متدفي كده في بيتك، ما اعتقدش ان انت محتاج اكتر من كده، هتروح بجد باللبس ده فين؟ وحضرتك لو كنت درست جغرافيا كنت عرفت ان جغرافية مصر ومناخها هو حار جاف صيفا دافي ممطر شتاء، فحضرتك هتروح في الجو الجميل ده فين؟ فعلا احنا ما عندناش شتاء، هي كلها شهرين، وكل العالم بيجي يشتي عندنا عشان الشمس على طول طالعه، لكن انت عايز تتفشخر وسط اصحابك وتبقى عمال بتشر عرق تحت الجاكيت الجلد وقاعد عادي بس عشان الفشخره، يعني قال يعني الواد بقى لابس الجاكيت الجلد والحته الكوبيلكا بورليه؟ لا خالص، بلاش تتغر ولا تتفشخر كده في الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها الايام دي. طب غير بقى الملابس الشتويه، تفتكروا ايه تاني؟ عايزين نشرككم معانا، ايه تاني بيضيع مرتب؟ مين عايز يجاوب؟ مين بيشتغل هنا الاول؟ كلنا بنشتغل. كلكم بتشتغلوا؟ طب بتضيعي فلوسك في ايه؟ بصراحه. في الميك اب. في الميك اب؟ على طول قاعده بتتزوقي كده 24 ساعه؟ اه. طب ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ طب ومين تاني بيضيع فلوسه في الاكل وفي الكافيهات والمطاعم؟ ايه ده ما شاء الله، كلكم همكم على بطنكم. لا معانا بصوا مجموعه شباب بيحبوا الاكل قوي. طب من هنا بقى ناخد الكيو ده. موضوع الاكل بره، المطاعم، مش عايزك يعني ايه برضو الجلاله تاخدك كده وتقعد طول النهار والليل تقول اصل انا عايز اكل سوشي. حضرتك السوشي ده على فكره مكلف جدا، وفي النهايه والدتك بتقول لك انه عباره عن سمك ني ورز معجن. كل يا حبيبي الاكل اللي احنا طول عمرنا تعودنا عليه، مكرونه حمراء، محشي، ان شاء الله سندوتش جبنه وخياره. وان كنت بتتلكك قوي يعني ان انت عايز تخرج او يعني بتطلع من الجيم ولا من الشغل تعبان وباخد لك كده في كيس نايلون ولا في اللانش بوكس اي سندوتش ويا عم الحاج زي ما كنا زمان بنعمل، فمش شرط خالص الفشخره واعزم اصحابي ونروح ناكل في مطاعم. اسمع مني، المطاعم غاليه غاليه موت، وهتضيع فلوسك على الفاضي واصحابك برده مش هيشكروا وهيتكلموا عليك في ضهرك. طب ايه تاني بيضيع الفلوس؟ الكافيهات والشيشة، وده خطر، والسجاير وده خطر، وكل الكلام ده خطر في خطر. يبقى منها انك بتوفر صحتك وبتوفر فلوسك، وبعدين كافيهات ايه اللي انت عايز تفضل رايح جاي عليه؟ ما تقعد كده في البيت تتدفى وتقزقز لك لب، ولا تعمل شويه فشار وتاكلهم مع المدام، لو اتزنقت قوي انزل اتمشى على الكورنيش، وبلاش اللف بالعربيات عشان البنزين برضه، والله العظيم انا بحاول اوفر لك. كل الحاجات دي احنا بنحاول نعملها علشان نعيش عيشه يعني محترمه، ملوش لازمه الفلوس اللي بتتبعزق على الفاضي وعلى المليان. طب عايزين ناخد برضه راي الشباب، ايه الحاجات التانية اللي احنا ممكن نضيع فيها فلوسنا؟ ام بندانة بقى انا عايزه اعرف. هي اغلب حاجه بتضيع فيها الفلوس الكافيهات والخروج. كافيهات والخروج. طب ايه رايكم في موضوع يا جماعه الباتيهات والكرواسون وموضوع الفطار اللي احنا على طول دلوقتي بنعزم بعض عليه؟ على فكره كنا زمان بنعرف تعالي اعزمك على الغدا،
تعالي اعزمك على العشاء. منين بقى الفلحسه والموضه الجديده اللي احنا حضرتك طول عمرنا بناكل سندوتش فول وطعميه وصحتنا كانت 100 100 من يوم ما اتجهنا للباتيه والكرواسون واحنا مش فالحين؟ والله العظيم يا جماعه صح ولا لا؟ باتون سليب السمسم هات وما اعرفش والجو ده، خلاص احنا تعبنا. وبعدين كنا زمان كده ايه، تلاقي البت جرمه كده وطول بعرض تاكلي ايه، واكله فول واكله طعميه تسدلك كده عين الشمس. النهارده تلاقيها ماشيه عامله كده، شفتي يا حبيبتي انت رفيعه ازاي؟ اكيد بتاكلي كرواسون وبتاكلي باتيه، ما اعتقدش ان انت كده بتاكلي سندوتش فول مع بضايه مسلوقه. لو بتسمعي كلام مامتك وبتاكلي الاكل ده في البيت ما كانش حالك بقى كده، صح ولا لا؟ صح جدا. انت اللي جرم شويه وهتجوزني، انت شكلك بتاكل فول. اكيد طبعا بتاكل فول. انا بحييك نسقف له بقى، وعشان كده هتكسب معانا جايزه البرنين. طب بتركب اوبر بقى ولا بتركب مواصلات؟ مواصلات. لا برافو، لا سقفه كمان بقى يا جماعه. يعني كده بتاكل فول وما بتاكلش باتيه وما بتركبش اوبر وبتركب مواصلات؟ لا انت عشان كده منور كده وقاعد بالاصفر منور لنا الاستوديو، وهو ده الشباب يا جماعه اللي احنا نتمنى كلنا نبقى زيه. واتجدع كده جدع، وبكده تبقى اول فقره خلصت. استنونا وما تروحوش في حته. وي دكتورز. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. دلوقتي معانا موضوع مهم جدا، وهو خط الدفاع اللي بيدافع عن اي مرض او فيروس او التهاب بيدخل علينا وعلى صحتنا. ايه هو؟ هو جهاز المناعة. جهاز المناعة دي حاجة مهمة جدا. يا ترى بيقوى ازاي الجهاز ده؟ هل بتغذية معينة؟ قالوا لنا اه. طيب هل بأدوية وفيتامينز معينة؟ برضو قالوا لنا اه. يعني معنى كده ان احنا بعد ما هناكل الاكل الصحي ده وبعد ما هناخد الأدوية والفيتامينز دي كلها هتتغير او هيتغير جهاز المناعة وهيقوى وفعلا هنشوف فرق كبير؟ برضو قالوا لنا اه. طب ايه هي الفيتامينز او انواع الأدوية اللي ناخدها عشان تأثر في جهازنا المناعي؟ كل ده هنعرفه مع دكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD. مساء الخير يا دكتور. الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا النهاردة زي ما دردشت مع حضرتك شوية قبل الفقرة في موضوع المناعة ده. موضوع المناعة ده بقى لو اتكلمنا عنه حلقات، حضرتك لازم هتيجي معانا حلقات. أكيد. نخصص كده كل حلقة بنتكلم على إيه بالظبط في المناعة. أول حاجة يا دكتور كنت بسألك قبل الحلقة، بقول لحضرتك هو المناعة دي حاجة جينات موروثة ولا حاجة بنكتسبها؟ حاجة بتغذية معينة؟ حاجة بفيتامينز معينة؟ حضرتك بقى معاك المايك وانا مستمع ومبسوطه ان انا هسمع كلام حضرتك. ميرسي جدا ليكي طبعا المقدمه الجميله بتاعتك، بس انا حابب اقول ان المناعه دي شيء مكتسب. يعني انا اللي بقدر انميها، وانا اللي بقدر اعلي مناعتي. أيوة. وانا اللي برضه في ايديا اقدر انزل مناعتي. والله طبعا عشان كده لازم اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تزود المناعه، الفيتامينز اللي ممكن تساعدني او المكونات اللي تقدر تساعدني عشان ازود المناعه. في كتير من الناس حاطه ان المناعه مقتصره على حاجتين بس، لا مش صح الكلام ده. المناعة مقتصرة على أكتر من حاجة. الشاطر صح هو اللي يقدر يجمع أكبر كمية فيتامينز أو مكونات تأثر على ارتفاع المناعة، وبالتالي يقدر ياخدها ويغذي جسمه بيها، فبالتالي المناعة تعلى. عشان كده احنا جايين مع حضرتك النهاردة وبنتكلم على 3 مكونات مهمين جدا جدا للمناعة. أول واحد هو فيتامين ألف. أيوة. تاني حاجة فيتامين دال. أيوة. تالت حاجة الأوميجا 3. انا بتكلم الثلاثه دول مهمين جدا، مش هبص فيهم للمناعه بس، لا انا اذا كنت هاخد مكمل غذائي فانا هاخد مكمل غذائي يفيدني في المناعه ويفيدني في 3-4 حاجات تانيين. أيوة. مش المناعه بس. ليه؟ لان انا لو جيت فكرت ان انا اخد للمناعه حاجه، واخد للطاقه والنشاط والحيويه حاجه تانيه، واخد لصحه العظام عندي حاجه، واخد للبشره والجمال حاجه تالته، يبقى انا كده حافظه ان انا ما اروحش الشغل واحط الفيتامينز قدامي. انا كنت بعمل كده يا دكتور، بجيب صينيه واقول اي بي سي دي واقول دي الساعه كذا ودي الساعه كذا. لا خالص. الكولوسيس حل. أيوة. المشكله دي جامد جدا معانا. اشرح لنا يا دكتور. طيب نخلي نقول اول حاجه المشاهد ايه هو الكولوسيس. الكولوسيس هو عباره عن CLO. CLO اللي هو كود ليفر اويل، وكلمه سيز يبقى اعرف ان ده زيت كبد حوت وجاي من مصدر بحري. طب اشمعنى المصدر البحري؟ المصدر البحري غني جدا جدا بالاوميجا 3. طيب
في فرق بينه وبين زيت السمك العادي؟ اه في فرق كبير. زيت كبد الحوت اول حاجه ده عباره عن فيتامين ألف وفيتامين د واوميجا 3. يا خبر ابيض، ده انا محتاج الثلاثه دول لمناعتي، فعلا انا محتاجهم لمناعتي. بس زيت السمك اوميجا 3 بس، ودي معلومه الناس ممكن ما تكونش عارفاها قوي. طيب هل زيت السمك انا اقدر اجيبه من اي نوع سمك؟ لكن زيت كبد الحوت بيتجاب من نوع معين من الاسماك، ومش موجود غير في مكان واحد في العالم كله، مصدر نيوزيلندي. المصدر النيوزيلندي ده انا بجيب منه في مصر، في دول اوروبيه بتجيب منه برضه نفس المصدر، وفي امريكا اللاتينيه او امريكا الشماليه كله بيجيب منه. الاختلاف انا اسمي هنا في مصر كولوسيز، بره بيبقى ليه اسم تاني. طيب هل بيميزني الكولوسيز هنا عن اي حاجه بره؟ انا لان انا ممكن اجيب المستورد من بره اللي هو ببعت اجيبه باسعار خياليه، ولكن الكولوسيز قدر يوفر او قدر ناخد فيه ميزتين حلوين قوي. اول ميزه انه تحت اشراف وزاره الصحه ورقابه دوائيه، يعني الماده الخام وهي داخله بالظبط وعارفين انها تبقى لمواصفات المعايير. طيب والنقطه الثانيه التصنيع بتاعه، قدرنا نخليها كبسوله جيلاتينيه رخوه طريه جدا، احسن من الكبسوله الصفراء الصلبه اللي كنا كلنا عارفينها دي، فبالتالي ريحت المريض معايا. طيب دكتور دلوقتي عايز اعرف، كلوسيز بيستخدم للحوامل، لمرضى السكر، مرضى القلب، عايزين نعرف. ممتاز جدا. بصي انا دايما بعتبر البيت مصري ده عباره عن اوض كده، اوضه بتاعت الاب، اوضه بتاعت الام، واوضه بتاعت الاولاد. ايوه. لما نيجي نلاحظ ان في اعمار مختلفه، بان ممكن يكون في امراض مزمنه للاب والام، وممكن تكون في امراض حاده للابناء. فنيجي نلاحظ ان انا بخاطب كل الفئات، يبقى انا مطلوب مني ان اوفر مكمل غذائي للاب ومكمل غذائي للام. لا، الكولوسيز حل النقطه دي خالص. قدرنا ان احنا نقدر عن طريق ان الاب والام سواء كان في مرض مزمن، سكر، ضغط، قلب، او اذا كان سنه صغير او سنه كبير، لا الكولوسيز كله ياخده. يعني بمعنى صح اقدر اجيب العلبه اطفال في البيت. كمان يا دكتور؟ طبعا من سن سنه. معقوله؟ مظبوط. شراب بقى؟ لا، الكولوسيز مسته بقى في النقطه دي، ان هو برضه بيحافظ على الكبسوله لان فيها الجرعه اليوم، الجرعه لان دواء الشرب عشان اقدر اديه ممكن ان انا اخد معلقه كبيره، معلقه صغيره تختلف معايا. لكن تخيل ان الكبسوله دي انا لو فضيتها بس فيها نقطتين، فيها الجرعه بتاعتي وتفيد برضه لما فضيها. مظبوط. لان بيختلف عدد الكبسول اللي هاخده على حسب السن وعلى حسب اذا كان عندي مرض مزمن ولا لا. يبقى اذا انا بخاطب بالكولوسيز كل الناس، وبالذات مرضى السكر والضغط والقلب وحساسيه الصدر، اي مرض مزمن. انا ابني مريض حساسيه صدر. مظبوط. وعنده 11 سنه، اقدر ادهوله؟ طبعا اقدر ادهوله جدا. و11 سنه ياخد كبسولتين الصبح على الريق، لو بيعرف يبلعهم على الريق. طب اشمعنى الكولوسيز؟ في حاجه جميله جدا جدا ويمكن انا هستبق واقولها لحضرتك، الطاقه والحيويه والنشاط. الطاقه والنشاط دول انا بحتاجهم لكل الاعمار، بما فيهم الطفل الصغير او الشاب طبعًا. او الطالب او الاب ورا مذاكره ورا تمارين. ممتاز. شوفي حضرتك بتقولي مذاكره وتمارين، يعني انا مطلوب منه ان هو يحصل كويس ويفهم طبعًا. كويس ويركز كويس، ومجهوده البدني كمان يبقى طبعا. طب كل ده الكولوسيز بيقدر يديهوله، لان في اوميجا 3 بتديني اربع اضعاف الطاقه اللي بيديها لي الجلوكوز اللي حضرتك ممكن تجري ورا ابنك عشان ياكل. أيوة. ومش راضي وبيعذبك. يعني هو بيفتح شهيه ولا هيعوض حاجه نتيجه عدم اكله؟ ممتاز. لا، بيعوض حاجه بحيث ان هو يدي اربع اضعاف. انا كلت وليكن كلت ساندوتش واحد، وانا مطلوب مني اكل ثلاثه ساندوتش. أيوة. طيب في كلتا الاحوال انا استفدت على فكره، لان اديته طاقه زياده حتى لو كل الساندوتش بتاعه. أيوة. وفي نفس الوقت حميته من حاجتين مهمين قوي. اول حاجه الدهون الضاره، وبالذات لو كان ساندوتش زي فاست فود او خلافه. وتاني حاجه حميته من السمنه المفرطه اللي كلنا بنعاني منها. أيوة. وذات السمنه الموضعيه. يبقى اذا الكولوسيز بيقدر يقلل السمنه المفرطه والسمنه الموضعيه. انا عايز مريض السكر ينتبه قوي للكلمتين دول. أيوة. ليه بقى؟ لانه فعلا لو لاحظنا ان هو بيدور على الطاقه، وبالذات في الشتاء سكريات وعايز اكل سكريات، وفي نفس الوقت الدكتور منعه. أيوة. ليه؟ لانه هيحصل له التهاب في الاعصاب. أيوة. وما ادراك ما التهاب الاعصاب. لا، انا عايز اقول له ان الكولوسيز بما فيه من فيتامين الف ودال والاوميجا 3 طاقه وحيويه نشاط مناعه تنظيم مستويات السكر عندك في الدم، فبالتالي مش هعاني من نقطه اني انا لا انا عندي ما اكلتش، ده انا سكري قليل، ده انا الكلام ده كله، لا الحاجات دي هتبقى. طب وبالنسبه لمريض القلب بقى؟ مريض القلب احنا قلنا ان معانا اوميجا 3، والاوميجا 3 في الكولوسيز ليها دور كبير جدا.
حضرتك تقدري تفكري معايا كام واحد دلوقتي اتعرض بعد سن ال 35 40 سنه يقول له لازم تعمل قسطره؟ صح. طب دعامات دعامات ده بص هيعمل قسطره بس عشان نشوف هو في ايه. طب احنا ليه ما نتجنبش الكلام ده كله وليه ما نتجنبش الجمله دي تتقال لنا ان الاوميجا 3 بتكنس الكوليسترول الضار والدهون الضاره زي الترايجلسرايد او الدهون الثلاثيه وبتخلي الوعاء الدموي بمعنى صح سريان الدم فيه بصوره طبيعيه يوصل الاكسجين والمناعه توصل لحد العضو اللي عايزاه فبالتالي تبقى الدنيا كلها كويسه معاه. طيب نلاقي القلب برضو ضغط الدم مش هيعلى معاه حاجات كتيره جدا جدا ممكن عن طريق الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز بتامني ارتفاع نسبه الدهون وبالذات الكوليسترول والتريجلسرايد. يعني يا دكتور هو كانه مالتي فيتامين ممكن نقول عليها فعلا مالتي فيتامين بس مالتي فيتامين بجرعة يحتاجها الجسم يوميا من غير ما ان انا افكر لو خدته على طول هو ممكن يحصل لي حاجه ولا ما يحصلليش. لا النقطه دي قدرنا نحلها ان نوصل ان حاجه ناتشورال من عند ربنا ما تدخل مش مخلقه فبالتالي طالما الانسان ما تدخلش فيها فمش هنقول ايه عيوب وايه مميزات ربنا بيخلق كل حاجه كويسه بيها. عايز اسال حضرتك يا دكتور في خلال قد ايه بقى احس ان الكلوسيز عمل معايا مفاوز؟ السؤال ده انا مبسوط جدا منك انك سالتهولي لان انا بتسال في عيادتي كتير الموضوع والله. انا هجربه على فكره إيه؟ انا هجربه من النهارده اكيد اكيد انا بحتاج بص انا بقف هنا في الحلقه كتير جدا يا دكتور لا 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 هتحس عايز ابص بقى حضرتك يعني تيجي حتى الفقره تبقى ساعه واقفه انا كده يعني ان شاء الله باذن الله يا رب دايما. بصي هقول لك حاجه عشان اقول جمله او اجابه على السؤال ده انا ما اعرفش انت فيتامين ألف وفيتامين د والاوميجا 3 قد ايه مستوياته في جسمك. جايز ان يبقى عندك انت ناقص درجتين او جايز يبقى عندنا ناقص 3 درجات او جايز يبقى 4 درجات. فانا بقدر اقول ممكن ده يحس بالفرق معايا بعد شهر ممكن ده شهرين ممكن ده بعد 3 شهور. بس بقى عايز اقول حاجه بالذات للمشاهد اللي بيسالني الفرق احنا مش بنديك حاجه سحريه ولا حاجه ماجيك عشان تبقى عايز النتيجه في ساعتها تاني يوم يعني ده رقم واحد. رقم اتنين اذا كنت عايز تاخده 3 4 شهور قارن نفسك الثلاث اربع شهور دول بالسنه اللي فاتت واللي قبلها كنت ازاي؟ في زيارتك للدكتور، في الانفلونزا الموسميه اللي بتجيلك، تخيلي ان الكوليسيز ليه قدره على تقليل الانفلونزا الموسميه اللي احنا بنشتبه انها كورونا او لا بنسبه 40%. يعني انا بتكلم في نسبه كبيره. فعايز اقول ان كل واحد لازم معدلاتك من الفيتامينز والمكونات اللي قلنا عليها تبقى على درجه كويسه الا ما ابدا احس والاحساس بتاعي هتقارنه بالسنين اللي فاتت. ان انا في سيده كبيره في السن ممكن تقول لك انا ما اقدرش اروح لحد الحمام وارجع فبالتالي عايز حد يسندها. الكلام ده كله هي هتحس بالفرق. لا انا بدات اعمل خطوتين مش لازم اجري على الحمام لا هو مش كده هو ممكن اعمل خطوتين ممكن كذا. في واحد تاني يقول لك ده انا كنت بزوره الدكتور مرتين مرتين ثلاثه لا دلوقتي انا كل ثلاث شهور لو زورته مره متابعه يبقى كويس قوي. فده الكوليسيز هو هيبقى يفرق في النقطه دي. وكذلك حساسيه الصدر الاطفال دلوقتي بينزلوا البسين حضرتك تشوف الجروب بتوع المامز دلوقتي ابني نزل البسين طلع سخن مظبوط عايزين يتمرنوا سباحه مظبوط ما بيعرفوش فبنقعد من الدراسه 10 ايام الولد بيغيب من المدرسه. طب لو كلوسيز بيعمل فعلا مفعول وبيقوي جهاز المناعه يبقى اذا باذن الله يعني ابني الموضوع ده يقل من عنده. انا عايز اقول لك كمان ان في فيتامين الف مختص قوي بالنقطه دي. ليه بقى؟ فيتامين الف بيهتم جدا بالاغشيه المخاطيه للفم والانف. فيروس زي فيروس الكورونا مدوخ العالم كله بيتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الاغشيه المخاطيه للفم والانف والعين لدرجه دلوقتي بقى بنلبس حاجه اسمها اي ماسك عشان نقدر نتجنبه. تخيلي ان الاغشيه المخاطيه بتاعتي مع عن طريق فيتامين الف انها بتبقى قويه وانتكت مع بعضها سليمه يبقى انا هقدر اكسب ايه؟ هقدر اكسب مناعه كويسه جدا. ده غير انه بيزود الحيويه بتاعت الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي بيضربني فيهم الفيروس. ايوه فيتامين د تخيلي بيخرج نوع خلايا اسمها خلايا قاتيه يمكن الناس ما تعرفش النقطه دي اللي اسمها الخلايا القاتله. الجسم بيخرج خلايا اسمها قاتله. طب ليه ما بتخرجش الخلايا دي غير في حل واحد بس لو لقيت فيروس اول مره الجسم يستقبله او بكتيريا غريبه عنه فيبدا يخرج عشان يهاجمها. انا بقى الحلقه بتاعت الاوميجا 3 في المناعه دي عايزه حلقه تاني لوحدها. لا حضرتك وعدتنا انا وعدتك جدا احنا هنقسم بقى المناعه دي اصل حاجه كبيره جدا وناس كتير ما بتبقاش مدركه يعني الحقيقه يعني ايه الدكتور هيكلمنا في عن موضوع مثلا جهاز المناعه. هم متخيلين ايه دكتور احنا رايحين دكتور صدر رايحين دكتور باطنه رايحين دكتور هيكلمنا عن السكر انما قصه المناعه دي قصه كبيره واحنا
حتى في طريقه اكلنا ما تعودناش ازاي ان احنا ناكل اكل صحي زي ما حضرتك قلت دلوقتي الفاست فود مثلا. طب ما انت قضيت كده على مناعتك اصلا بالاكل ده. مظبوط فعلا. انت لازم تعوضها. دخلت عندك حاجات تاني كتير. انا عايز اقول لك ان الكولوسيز زي ما هو ليه خمس حاجات مهمين جدا زي ما هو عندنا حاجات للبشره والجمال يعني برضو انا مش عايز انسى السيدات يعني لا انا صدقيني انا بقول لك انا لا البشره وجمال الاظافر الشعر البشره ذات نفسها. انا عايز اقول لك في بعض الناس ممكن تقف قدام المرايه وبيظهر شعره بيضه وهو عمره حاجه و20 سنه او 30 سنه بتبقى مزعجه جدا. صح. تخيلي ان الكولوسيز بما فيه من فيتامين ا وفيتامين د هو بيقلل نقطه الشيب المبكر حتى لو كان في الجينات بتاعه الشخص ده والده ظهر عنده الشيب المبكر الموضوع لا هيظهر عند ابنه لا هو بيقلل الشيب المبكر والشيب بوجه عام. احنا ما بنقولش يمنعه لان دي حاجه من عند ربنا أيوة حكمه أيوة. من عند ربنا ده غير تجاعيد الوجه بيقللها عن طريق الكولاجين نفسه فده طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا. طب دكتور اخر سؤال هساله حضرتك قبل ما انتقل بقى لاسئله الجمهور. معلش انا لو باخد النهارده دي لوحده وسي لوحده وزنك لوحده انا بالكلوسيز اقدر استغنى عن كل ده مظبوط واخده بس هو مظبوط. بصي ليه بقى؟ لان انا لما اتكلم على اوميجا 3 وفيتامين ا وكلام انا بتكلم على تقويه جهاز المناعه عن طريق بالضبط. تكوين كرات دم البيضه ودي مهمه جدا جدا. تاني حاجه انها بتقدر تعمل لي كمان الفيتامين دي بيعمل او فيتامين ا بيعمل مضاد اكسده فبالتالي مهم جدا جدا ليا. فاذا كنت مغطي جهاز المناعه بتاعي انا اذا كنت هدور على فيتامينز تاني وهاخد منها بس المناعه لا اقول لك انتبه انا عايز منك اذا كنت هتاخد حاجه خدها عشان حاجه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. عشان كده انا اذا حبيت اروح مشوار بحاول انجز في المشوار على قد ما اقدر. كذلك انا لو هاخد كبسوله مكمل غذائي تبقى الكولوسيز عشان هتنجز معايا في حاجات كتيره جدا. خلاص انا مبسوطه جدا بس لازم اروح بقى لاسئله الجمهور اللي هتبسطنا برضو بالاجابات بتاعت حضرتك. أكيد. مين يا جماعه عايز يسال الدكتور؟ اتفضلي دكتور. ايه الفرق بين ادويه التخسيس وازاي اختار بينهم؟ الفرق بين ادويه التخسيس وايه؟ ازاي اختار بينهم؟ وازاي اختار بينهم؟ بصي عموما انا كتخسيس الكولوسيز بيفيدنا كويس جدا جدا في النقطه دي ان هو عن طريق بيعمل حاجتين. رقم واحد بيديك الطاقه اللي هي اربع اضعاف الطاقه اللي انت عايزاها. ما انت عايزه تخسي معناها هتقللي اكل معناها هعمل صيام متقطع هتحسي بالشبع. مظبوط. زي ما حضرتك قلت مرضى السكر بيبقوا عايزين مظبوط. ده غير ان انا كمان في نقطه كويسه جدا ان موضوع النهم والشهيه العاليه لا الكولوسيز بيقدر يكون ليه موقف في النقطه دي عن طريق ان هو بيقلل الشهيه العاليه بالنسبه لكبار السن. هينفعنا جدا في الشتاء على فكره. الايه؟ هينفعنا جدا في جدا. الشتاء. انا عايز اقول لك كمان ان هو بما فيه فيتامين د وفيتامين الف بيمنع حاجه اسمها السمنه الموضعيه او بيقللها جدا. في بعض الناس بتشتكي بيقول لك انا عندي مناطق هي اللي فيها سمنه وجسمي كله كويس. هو بيقلل السمنه الموضعيه والسمنه بوجه عام. طيب اتفضلوا. دكتور هو الامهات اللي بتعاني من ضعف الذاكره عند اطفالها ممكن نستخدم ايه كتقويه للمناعه وللتركيز؟ رائع. الاوميجا 3 اللي موجوده في الكولوسيز هي وظيفتها انها بتزود نسبه التركيز وبتزود نسبه الفهم والتحصيل الدراسي عند الطفل. فبالتالي عن طريق احنا اتفقنا ان حتى كلمه الدهون الضاره لما بتتشال من الوعاء الدموي بيبقى سرعه الدم فيه كويسه. لما اوصل اكسجين كويس ووصل مناعه للطفل كويسه يبقى انا اذا خليته عمليه التحصيل الدراسي عنده عاليه. ده غير ان كمان في حاجه مهمه قوي الاوميجا 3 لو نلاحظ ان احنا بنقول للام خدي كولوسيز بدايه من الشهر الثالث. اشمعنى؟ عشان خاطر بتدخل في تكوين خلايا المخ للطفل للجنين. فتخيلي حاجه بتدخل في تكوين خلايا المخ للجنين وبلس كمان بتدخل في تكوين الشبكيه بتاعه العين. لان عشان كده في اطفال كتير جدا عندنا على سن 3 سنين و4 سنين كم واحد في البيت عنده طفل عنده لابس نظاره او يعرف حد عنده طفل لابس نظاره كتير وزادت قوي نقص النظر وطول النظر. عشان كده الكولوسيز انا بقول ان هو موجه لكل الناس والسيده الحامل بدايه من الشهر الرابع اول ثلاث شهور احنا كده ما بناخدش اي حاجه خالص لكن بدايه من الشهر وهنوفر على نفسنا حاجات كتير وتساؤلات كتير قوي في دماغنا. والله يا دكتور حضرتك هتوفر تساؤلات بالنسبه للسيده الحامل بس انا عندي لسه تساؤلات كتير جدا. لكن للاسف فقرتنا خلصت بس حضرتك وعدتني انك هتجيلنا كتير لان المناعه ما بتخلص. اكيد. بكده تكون فقرتنا مع دكتور مصطفى حامد خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. الحقيقه الموضوع اللي هتكلم عليه دلوقتي موضوع بيهم كل الاسر ما اقدرش اقول انه ستات بس.
السرطان. والسرطان انا حتى كست او كانسانه من غير ما ابقى مذيعه، انا لما بسمع الاسم ده بقول زي اي ست او زي اي حد في اسره طبيعيه مصريه او حتى اسره عاديه في اي وطن عربي، الله اكبر. السرطان للاسف هو مرض العصر، وفي منه اورام خبيثه وفي منه حميده. لكن وطبعا كل حاجه بتختلف خصائصها، الورم الحميد عن الخبيث. للاسف السيدات هي ليها نصيب الاسد انها يجيلها الاورام الخبيثه او الحميده، وخصوصا في الجهاز التناسلي. عشان نعرف طبعا ايه هو اصلا الجهاز التناسلي وتكوينه عامل ازاي، وايه هي اكثر الاورام انتشارا وشيوعا اللي بيصاب بيها الجهاز التناسلي للسيدات، لازم يكون معانا دكتور عطيه خفاجه، استشاري جراحه الاورام ودكتوراه جراحه الاورام وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاورام، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير. اهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور طبعا انا موضوع زي ده زي ما انا قلت كده في المقدمه انا مش هتكلم عليه النهارده كمذيع، انا بتكلم عليه كست بتخض وبقول الله اكبر، انا مش عايزه اسمع اسم المرض. واكيد حضرتك لما بيجي لك مرضى بيبقوا كارهين، يعني مش حابين في البدايه كده ان هم يسمعوا كلمه ورم سرطان. اكيد من سنين طويله واحنا بنخاف من الاسم ده، اسر كتير وسيدات ورجال وكله بيترعبوا من الاسم ده، لدرجه ان كثير من الاسر بتخبي على المرضى ان عندهم مرض زي ده، وبيحاولوا يفهموهم ان هو علاج لمرض طبيعي عادي يعني. ايوه. ولكن الحمد لله في السنين الأخيرة الفكر كله اتغير عن المرض ده، وبسبب شيوعه وانتشاره وطرق العلاج الحديثة والتقنيات الحديثة جدا، يعني حصل طفرة كبيرة جدا في علاج الأورام سواء الحميدة أو الخبيثة، طرق علاجها، أنواع العلاجات الحديثة، العلاج الجيني اللي هو مؤخرا بقى يبحث في جينات المرضى دول ويعالج الجينات بتاعتهم. أيوه. ده فرق كتير جدا في طرق علاج المرضى. أيوه. طب مبدئيا يا دكتور عايزين نعرف ايه هو تكوين الجهاز التناسلي للمرأة؟ المرأة الجهاز التناسلي بتاعها بيبتدي من مبيضين، المبيضين دول اللي هو بيعملوا البويضات اللي بتعمل الجنين وبيطلعوا الهرمونات الأنثوية. أيوه. الهرمونات الأنثوية دي اللي مسؤولة عن شكل السيدة وخصائصها الأنثوية. أيوه. بعد كده في أنابيب اللي بيروح فيها البويضة دي تمشي لحد الوعاء اللي بيحمل البيبي اللي هو الرحم. بعد كده الرحم ده فيه منه جزئين، الرحم كجسم وعنق الرحم، لأن ليه بنقسمهم كده؟ لأن أمراض ده بتختلف عن أمراض ده. صح، لأن بعد إذن حضرتك في ناس بيجي لها كانسر في عنق الرحم. أكيد طبعا. مش الرحم ككل. مش جسم الرحم. صح. بعد كده في المهبل. أيوه. اللي هو القناة اللي بيمشي فيها الجنين. بعد كده الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى. ده الجهاز التناسلي للأنثى كله. طيب أنا لفت نظري قبل ما أسأل حضرتك السؤال اللي جاي، حضرتك قلت الجينات والعلم بقى يبحث وسهل علينا كتير جدا، لفت نظري ان انجلينا جولي لما شافت ان جدتها هي جالها الاول كانسر، او شافت تقريبا في التحاليل ان ممكن يجي لها كانسر عشان جدتها شالت كل حاجه تخص المراه. لا، ايه الموضوع؟ مبيض ورحم. هي القصه ان في جين مخصوص لما بيوجد بنلاقيه، دي السيده دي هيجي لها بنسبه 100% سرطان في الثدي. ده فعلا يا دكتور؟ طبعا. يعني في هيجي امتى؟ ما حدش يعرف. بس هيجي. هيجي 100%. طب افرض ماتت لا قدر الله قبلها؟ خلاص مش هيجي. مش هيلحق. ايوه. فده مهم جدا، فهي كسيده فكرها عالي، قالت خلاص ما انا اخلص من قصه ما يجيليش وانا كده، فشالت الثديين وحطت سيليكون والمبيضين وشالت الرحم. تمام. طب ده هو ده ينفع يا دكتور؟ في حد يعني لا ده يعني لو حضرتك جات لك حاله كده
بتقول لك يا دكتور انا عرفت ان انا ممكن يحصل لي كذا، شيل لي بقى يعني فضيني كامراه. لا ما لا يعني ده طبعا غير مقبول حتى في المجتمعات الشرقيه وفي أيوة. مصر وكده غير أيوة. مقبول حتى لو عارفه ان هيجي لها لا ده احنا بنقابل مرضى ودكاتره وعارفين ان عندهم اوريدي سرطان في الثدي ومش عايزه تتعالج. طب دكتور خلينا ندخل في موضوعنا الرئيسي، حضرتك بتقول ايه انواع الاورام الاكثر شيوعا اللي بتصيب الجهاز التنفسي؟ اكثر ورم بيحدث في الجهاز التناسلي للمراه هو ورم الرحم. ايوه. يليه اورام المبيضين. أيوة. يري اورام عنق الرحم. أيوة. بعد كده المهبل والاعضاء التناسليه الخارجيه. في حاجه مهمه جدا 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 لازم نتكلم عليها وموضوع مهم جدا. اي سيده الدوره الشهريه تقطع عنها لمدة سنة ويحصل أي دم أو نزيف ده بنعتبره سرطان في الرحم لحد ما نثبت عكس كده. معقولة يا دكتور؟ ده مبدأ طالما خلاص انقطع الطمس لو سن اليأس اللي بيسموه سن اليأس واتيفر يعني بدري متأخر هي انقطعت سنة. خلاص انقطعت بالظبط واتفاجئت بنزول دم يا رب نقطتين هنا يحصل قلق بقى بعتبره طبيا إن ده سرطان في الرحم حد بس بتعكس ذلك. طيب حضرتك بتعتبره سرطان ايه؟ حميد ولا خبيث؟ لا مفيش سرطان حميد مفيش سرطان انا حميد مفيش سرطان اسمها حميد. اورام حميده عشان الناس بس اورام حميده بالظبط انما ده بيعتبر سرطان خبيث ومن اشهر اورام الرحم الاورام الحميده على فكره يعني عشان الناس تطمن ودي في غالبيه الاحيان 90% بتكتشف بالصدفه ايوه اللي احنا عارفينها كلنا باسم الاورام الليفيه ايوه الاورام الليفيه صح ودي قد تصل الى احجام كبيره زي الصوره اللي شايفينها دي ممكن بتصل الى احجام كبيره جدا يا ساتر يا رب ده ورم ليفي متشال من رحم فالاورام الليفيه دي معظمها بنكتشفها بالصدفه مريضه راحه تعمل اشعه للحمل صح لاي سبب على الحوض وجع تكتشف ان عندها اورام أيوة. ليفيه في الرحم ايوه وبتوصل لاعداد كبيره جدا واحجام كبيره جدا ايوه يعني في ناس بتعملها منظار وفي ناس بتعملها جراحه ولا ما ينفعش فيها كعلاج طبعا المنظار لما يبقى الرحم حجمه الورم حجمه صغير نقدر نشيله بالمنظار انما الاحجام اللي احنا شفناها دي ما المنظار فيها صعب جدا ومش هعرف اخرج الورم ده من المنظار دكتور انهي الاكتر السيدات ولا بنات يعني احنا النهارده بنسمع برضو عن بنات عندهم للاسف اورام ليفيه مش سيدات ولا بنات هو اشهر الاورام اللي فيها سواء في الثدي او في الرحم بيجي في فتره تغير الهرمونات يعني فتره البلوغ للانسات اللي هي بيحصل فيها ان الدوره الشهريه تبتدي اللي هو من سن 14 13 لحد 18 20 وفتره ما قبل انقطاع الدوره اللي هو حاجه 40 50 دي مشهوره بحدوث اورام ليفيه ايوه طب حضرتك دكتور لما بتجي لك حاله زي دي وحضرتك بتشوفها الاول في الاشعه بتعرف على طول ان هو ورم سرطاني ولا بتعمل عينه يعني تقول لازم اخد عينه عشان اعرف لا الاشعاعات بتبين لي بنسبه 95 98 100% ده ورم ليفي ولا سرطان معقوله يعني دلوقتي بيبين كانوا زمان نعرف نقول لا ده احنا لازم نسحب عينه عشان نقدر لا ما هو ده الورم الليفي بيجي فين في جسم الرحم هو الرحم عباره عن حجم قبضه اليد ومكون من عضلات ايوه الورم الليفي بيجي في جسم الرحم ده في العضلات ما يبقاش سرطان في جسم الرحم السرطان يجي فين في تجويف الرحم ايوه طيب حضرتك نوهت من شويه بالصدفه كده وده يمكن سؤال جاي بتقول لي معظم الناس او السيدات بتعرف بالصدفه واحده بتدور على خلفه واحده الحوض عندها مشكله في الم معين فبنكتشف ان عندها ورم سواء ليفي او سرطان طيب حضرتك تقول ايه يعني معنى كده توجه رساله ايه للسيدات بمناسبه الكشف المبكر يعني احنا بنقول ان دلوقتي موضوع الكشف المبكر ده بيسهل لنا حاجات كتير جدا طبعا هو الفكره بس اللي عايزين نقولها المبدا ان الورم الليفي ده مش مرض زي ما قلنا كده الناس ما تخافش بس خالص احنا بنعمل اشعاعات بالصدفه بنكتشف ان في ورم ليفي ده معناه ايه ان المريضه دي ما بتشكيش بحاجه
فالورم الليفي مش مرض الا لو ابتدى يعمل شكوى. نزيف مثلا دائم، نزيف وصل لحجم كبير قوي، ابتدى يضايق المريضه، ابتدى يمنع خلفه او يسبب اجهاض متكرر. ايوه هنا ابتدي افكر في علاج الورم الليفي ده. انما لو مريضه عندها ورم ليفي مش واصل لتجويف الرحم ومش مسبب لها اي مشاكل، ده مش مرض ولا يجب ان انا افكر فيه، بتابعه فقط. ايوه. طب دكتور انا اعرف حاله الله يرحمها على المستوى الشخصي، يعني كانت صغيره 26 سنه وكانت متزوجه صغيره، وكان يمكن بنتها عندها 4 سنين، وزي ما حضرتك قلت كانت بتدور على الخلفه، وبالصدفه راحت لدكتوره الله يسامحها، عملت لها الاشعه قالت لها ده في كيس على المبيض. تمام. في كيس على المبيض. الحقيقه هو مش كيس، هي جت تعمله فاكتشفت ان هو ورم على المبيض. لما جت ختشته عشان تقول هسحب عينه، الحقيقه هي عملت يعني عملت انتشار في الرحم كله نتيجه لاخذ هذه العينه. ومن هنا بقى يجي السؤال، ازاي كدكتور انا اسحب عينه، وازاي ايه علاقه ان انا اخد عينه والمرض ينتشر زي ما متعارف كده؟ تمام. هو في حاجه مفهوم غلط ان يقول لك المشرط قرب من الورم فانتشر في الجسم. ايوه تمام، ده مفهوم غلط تماما والله. طبعا. ليه جت المقوله دي منين؟ ان في بعض احيان الاورام بنفتح بطن المريض عشان نشيل ورم في المعده او البنكرياس، صح، بنلاقيه منتشر. ايوه. فما بنعملش حاجه وبنقفل، بتقفله تاني، فيقول لك المشرط خلى الورم ينتشر. امال هو العلاج ايه؟ يعني مشكله العينه اللي انت بتقولي عليها بالابره دي، مفيش حاجه اسمها عينه بابره، دي انا المفروض ما بنحبهاش. ليه؟ الابره دي بتخش تاخد خلايا. أيوه. وتخرج عن طريق الجلد والغشاء البريتوني فلو الخلايا دي فيها سرطان بتزرع كل ده في الاماكن دي. مفيش حاجة اسمها عينة بإبرة، لا، أنا لازم أشيل الكيس فتح. ده كله فتح أو منظار، لازم الكيس ده كله يتشال ويتحلل على بعضه. إن أنا أخد منه خلايا عشان أحللها دي خطورة فعلية، بتزرع الخلايا دي في أماكن ما كانش المفروض يروح لها. ما هو برضو ده يبقى توجيه كده من حضرتك للناس اللي دايما بتقول لا مشرط، لا، ما احنا برضو دي من ضمن الشائعات اللي منتشرة. عن انا مثلا اول مرة اسمع من حضرتك، احنا على طول نسمع زي ما حضرتك قلت ان المشرط خلاه انتشر. فحضرتك كدكتور لازم تنبه تقول لا يا جماعة الكلام ده حاجة، مفيش حاجة دلوقتي كده، مفيش حاجة اسمها كده فعليا. ايوه. طيب دكتور في سؤال عايزين نسأله، امتى تقولوا دي مرحلة خلاص رابعة لازم فيها استئصال ولازم فيها، حتى لو كانت مريضة يعني بتدور على خلف بتدور يعني؟ تمام. اللي برضو في حاجة انت قلتيها مرحلة رابعة. أيوة. كويس. احنا بنقسم المراحل بناء على ايه؟ بناء على مدى انتشار الورم الخبيث ده. أيوة. طرق الانتشار معروفة للأورام الخبيثة، انتشار موضعي ان هو يكبر في مكانه، في الرحم، في عنق الرحم، في المثانة اللي قريبة منه، في المستقيم اللي وراه، أو انتشار عن طريق الدم، خلايا تروح عن طريق الدم ينتشر للكبد للرئة، ده عن طريق الدم، أو انتشار عن طريق الغدد الليمفاوية. أيوه. الرحم ده ليه غدد ليمفاوية مخصوصة بيروح لها الدم منه والسائل الليمفاوي، فممكن الأورام وخلايا الأورام تنتشر عن طريق ده. فإحنا بنقسم المراحل على انتشار المرض ده لحد فين. يعني دايما المرحلة الأولى اللي هو الورم ما زال محصور في الرحم، فدي مرحلة أولى. لما يبتدي ينتشر في الغدد الليمفاوية نبتدي نعلب المرحلة دي مرحلة تانية، يبتدي لا قدر الله يروح عن طريق الدم للغشاء البريتوني أو للكبد، نبتدي نعلب المرحلة مرحلة تالتة. لما ينتشر في أماكن كذا مكان، كبد أو رئة أو يبقى مرحلة رابعة. عكس ما الناس فاكره، مش ان انا بعمل جراحه وابقى شرس في المرحله الرابعه. فهمت حضرتك. لا. ايوه. المراحل العاليه قوي دي بالعكس لازم ابقى هادي مع المريض، ولان مش الجراحه اللي هتخليه يبقى يخف. الجراحه في المراحل الرابعه دورها ضئيل جدا. الجراحة وإمتى أبقى أجريسيف وأشيل وأعمل؟
اللي هو هيجيب نتيجه كويسه بالجراحه المراحل الاولى. ده لما اشيله المريض يخف. ايوه يعني ورم محصور في الرحم ومش طالع براه، اشيل الرحم ده المريض ده خف. ايوه انما المراحل اللي انت بتتكلمي عليها سواء ثالثه او رابعه دي لازم احتاج علاجات مساعده قبل حتى الجراحه. كيمو بقى وكده، العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي دي من العلاجات المساعده جدا ان تقدر توصلني ان انا اعمل جراحه من غير ما اذي او اغير في طبيعه المريض. دكتور اخر سؤال قبل ما اشوف بقى اسئله الجمهور اللي عايزين يعرفوا من حضرتك معلومات كتير، عايزه حضرتك يعني مش عايزه اقول تطمنا بس انا نفسي تطمنا، نسبه الشفاء دلوقتي من الامراض الخبيثه او يعني الاورام الخبيثه او السرطان وصلت لفين؟ لا اتحسنت جدا، عليت جدا. ليه؟ لان كل الناس بقى عندها درجه وعي. يعني مثلا سرطان الثدي نتائجه اتحسنت جدا جدا عشان بنكشف، ابتدينا نحط قواعد الناس تمشي عليها والناس تعرفها، وسواء وزارة الصحة بتعمل حملات توعية وحملات توعية، والسيدات كلها بقت اوير ازاي تفحص نفسها، ازاي تعمل أشعة ماموجرام كل سنة. كل ده فرق في عدد، يعني لما نيجي نقول الأورام زادت مش ما هو عدد السكان زاد فالأورام زادت، زائد إن الوعي والتشخيص المبكر زاد. كان زمان ممكن المريض يقعد ويتوفى بدون ما نشخصه. فهمت. النهاردة ابتدينا نشخص الأورام بالاكتشاف المبكر، فبقى العدد يزيد بالتشخيص. طيب دكتور احنا مضطرين نطلع تقرير مهم جدا ولازم نعرف ايه هو التقرير ده، بس قبل ما اطلع التقرير انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، معلومات مهمه عن مرض زي ما قلنا كده هو مرض العصر. عايزين حضرتك في حلقات تانية كتير ان شاء الله، ونوضح كل حلقه بالتفصيل ده ازاي وده ازاي، وبن يعني دايما بنوه ان بجد وبنوجه ان لازم الكشف المبكر مش بس على الثدي، لا كمان الجهاز التناسلي للمرأة مهم جدا، وده اللي عرفناه من الدكتور النهاردة. والحقيقة احنا هنروح لتقرير للجمعية الطبية المصرية للدلائل الاسترشادية لعلاج الأورام وجراحة التجميل والجلدية والبطن. نعلم جيدا ان هناك يعني إعادة لبناء الإنسان المصري وبناء ما يحتاجه الإنسان المصري، وأن أهم ما يحتاجه الإنسان المصري هو نظام صحي عالي الجودة وعالي المستوى، ويمارس فيه الأطباء والفريق الصحي بأكمله المهنة طبقا لأحدث الدلائل الاسترشادية العالمية. في كل العالم يأتي دائما في التخصصات الطبية المختلفة دلائل استرشادية للممارسة الطبية تعتمد أساسا على الأدلة الطبية وأحدث الأبحاث العلمية وأحدث التقنيات العلاجية والجراحية أيضا، لكي تقدم للمريض دائما العلاج في أحسن صوره وفي أأمن صوره. مما لا شك أن ما حدث في العالم أجمع من جائحة أثرت على النظم الصحية وعرضت النظم الصحية في العالم كله إلى الكثير من التحديات، كان لزاما علينا أن نكون ذراعا أساسيا للدولة وللنظام الصحي في مصر لكي نضع أمام متخذ القرار دلائل استرشادية قويمة تصب دائما في صالح المريض وتخدم النظام الصحي. اليوم النهاردة هيبقى في إعلان عن الإرشادات العلاجية الخاصة بمرضى الأورام في مصر. كلنا عارفين ان مرض السرطان من الامراض الشائعه والذي يمثل ثاني سبب من اسباب الوفيات بعد امراض القلب والاوعيه الدمويه، ومصر الحقيقه دلوقتي عندها احصائيات كامله خاصه باعداد المرضى ونسب توزيعهم ونسب شفائهم، وبالتالي فالارشادات العلاجيه اللي هي اجهزت من عام 2014 جاء وقت انها الحقيقه تتحدث. بالنسبه لامراض العظام طبعا والكسور، فاحنا ابتدينا طبعا كجمعيه جراحه العظام المصريه تحت اشراف الجمعيه الطبيه المصريه بان احنا نعمل الدلائل الاسترشاديه في العظام، بمعنى لو في مثلا عيان عنده كسر مضاعف ايه اللي يتعمل له؟ هل الدكتور مثلا اللي موجود بيعمل بافكاره ولا بيعمل بافكار مقننه؟ فاحنا طبعا بنسعى للتقنين
ايه هو التقنين؟ ان المريض لما بيخش او يتعالج في عيادة او بيتعالج في مستشفى، كل الوسائل اللي بتتعمل معاه هي وسائل تقريبا تقدر تقول انها وسائل علمية مقننة. احنا بنستهلك مع الجامعات العلمية والبحثية في المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وبندعو استشاريين واستاذة من الخارج للمساهمة معنا في المؤتمرات بتاعتنا والاجتماعات العلمية بتاعتنا، خصوصا ما بنعملها الوقت على أونلاين أو على السوشيال ميديا، وكذلك تشجيع الأطباء في البحث العلمي ومساعدتهم في نشرها في المجلات العلمية.